وزارة الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للصحة الخطوط العريضة لمشروعها المتعلق بدعم تعزيز الرعاية الصحية الأولية بالمغرب، وذلك في إطار ورشة عمل التأمت بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط. الهدف من هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي مع وسائل الإعلام هو نعطيهم واحد النظرة شمولية على الدور وشنو تيقوم به يعني العلاجات الأساسية الأولية والمراكز ما يسمى بالمراكز الصحية بالمغرب، اللي عندنا تقريبا 2800 مركز صحي. وهذه المراكز تلعب واحد الدور مهم في صحة المواطنين من ناحية ديال يعني لا بريفونسيون الوقاية، وكذلك من ناحية لي سوان كوراتيف ولا بروموسيون دو لا سونتي. اليوم تلاقينا مع وسائل الإعلام وتنتمناو أنهم غادي يساعدونا يعني في تبليغ هذه الرسالة للمواطنين، الرسالة اللي هي استعمال الولوج إلى المراكز الصحية يعني قبل ما يمرض الإنسان يمشي للمركز الصحي، لأن فيه أطباء وفيه ممرضين وفيه قابلات كذلك اللي تيقوموا بالولادات وتيقوموا حتى بالنسبه للاطباء كاين لي سوان كوراتيف يعني العلاج، وما يدوزوش مباشره للمستشفى لان ما ياخذوش علاج في المستشفى الا دازوا مباشره ذات جوده عاليه كما الا مشاو للمركز الصحي ولا عند الطبيب العام والطبيب الاسره وعند الممرض اللي تيعرفهم واللي هذا المركز الصحي راه تيخدم بالقرب حداهم. اذا بلا ما ينفقوا نفقات لا ماليه كاين هذه العلاجات اللي هي بالمجان واللي هي اساسيه واللي فيها حتى بعض الاطباء طب الاختصاص. والوزاره حاليا وحنا كبارتنير يعني منظمه الصحه العالميه ولا لونيون اوروبيان ولا يعني تو لي بارتنير تنعاونوا المغرب وتنعاونوا الوزاره من اجل يعني باش نلقاو واحد الحلول لهذا المشكل ديال قله الموارد البشريه. هذا المشروع الذي يخص جهه طنجة تطوان الحسيمه يضع نصب اعينه تطوير نموذج جديد للمراكز الصحيه ودعم برامج التكوين في طب الأسرة فضلا عن أهداف أخرى.